ما هي الشبكة العنكبوتية، فيها الكثير من المواقع والقنوات للطوسيين يتبرؤون من أبي بكر وعمر ويناقشون الوهابيين، وهم طوسيون لا يعرفون حقيقة حالهم. الإمام الصادق يقول: يا مفضل، الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا، لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرف من فضلنا شيئا، والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا، فأنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا، وقد صدقوا، إننا بشر مثلهم، إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه. في الصفحة 60 الإمام يحدث المفضل عن المقصرة: يا مفضل، المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا، فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته، إنهم كأمثالنا. هذا هو واقع الحوزة الطوسية النجفية. المقصرة أعداء العترة، ففروا من أعداء العترة وخلصوا أنفسكم.